حلوا هذا المثال واطلب لكم. نجي على هذا المثال. حلينا مثله في الكتاب في النوتس. راح اشرح لك فكرته بكل سوق، ما بدي اطول عليه فكرته. زي كانه عندك هون يعني بارالل بليت، هذا اللي هون البارالل بليت التحتاني، خلينا نجي هون بارالل بليت التحتاني، هاي المنطقه 2 سميها، وهاي المنطقه سميها 1. المنطقه رقم 2 فيها ايبسلون 2، يعني فيها دايلكتريك قيمته ايبسلون ار 2، اللي هو ايبسلون 2 بيساوي ايبسلون ار 2 ايبسلون نود. والمنطقه 1 فيها ايبسلون ار 1، يعني ايبسلون 1 بيساوي ايبسلون ار 1 ايبسلون نود. المنطقه رقم 2 من 0 ل اي باتجاه الاكس، والمنطقه 1 من اي ل دي باتجاه الاكس، وفي بيناتهم سطح، في بيناتهم سطح عليه سيرفيس شارج انسيتي موجبه طبعا قيمتها رؤس. طلع لي يعني خلينا نقول الفولتج ديستريبيوشن هون وهون. هاي عندك منطقتين، ترى في مثال مشابه لها حليناه بالنوت، بس كانت عندك هون زيرو هون لها قيمه في نوت. الان هون زيرو هون زيرو، اكيد لاحظوا. طيب التغير الان بدنا نعرف الان شو هي المعادله التفاضليه اللي بدنا نستخدمها، هل هي هاي ولا هاي ولا هاي؟ طيب خلينا نشوف التغير عندي بالنسبه لايش؟ بالنسبه لاكس، بالنسبه لواي، بالنسبه لزد، بالنسبه لرو. لاحظوا عند اكس صفر الفولتج، عند اي في قيمه، عند دي صفر. اذا ايش راح تكون لابلاس ايكويجن؟ والمتغير عندي اكس، المتغير عندي اكس، احنا بس من طالبينك بمتغير واحد اكس. راح نعرف هاي منطقه رقم 1 وهاي منطقه رقم 2، يعني هون بدي احل لابلاس ايكويجن وهون لابلاس ايكويجن، وهذا اللي عملناه. دل سكوير في بيساوي المشتقه الثانيه لاكس على اكس تربيع بيساوي زيرو. لما انت تكاملها هاي مرتين بالنسبه لاكس شو بدها تطلع؟ اي اكس زائد بي، هاي اشتقوها مرتين بتطلع زيرو. يعني البوتنشال عندك عند اكس اكبر من اي هون هيو A1X زائد B، يعني هاي A1B1 مرتبطات في المنطقة رقم 1، A2B2 مرتبطات في المنطقة رقم 2. التوتال بدك يعني التوتال V بدها تكون هيها B1 و V2، V1 A1X زائد B1 بس هاي موجودة عند X أكبر من A، و V2 بيساوي A2X زائد B2 عند X أقل من A. الآن أنت عندك أكمل مجهول، عندك مجهولين. شو هن؟ عندك مجهولين في المنطقة الأولى ومجهولين في المنطقة الثانية. بدك تطلعهم، طيب من وين بطلعهم؟ أكيد بدك تطلعهم من الباوندري كونديشنز وكمان من بعض الاشتقاقات اللي أنت بتعرفها. عند الباوندري كونديشنز، عند الباوندري كونديشنز، طب مش هون في V2 صح ولا لا؟ مش V2 عند الزيرو بيساوي زيرو؟ حلو، طيب هون فيها V1، V1 عند الـ D شو بتساوي زيرو؟ مو هي V1 عند الـ D بتساوي زيرو، هي إشارة الجراوند، هي إشارة الجراوند. إذا V1 عند الـ D بتساوي زيرو، V2 بتساوي زيرو. طيب شو كمان المعادلة الثانية، الثالثة؟ الآن هون عند الإنترفيس، عند الإنترفيس، مش الفولتج نفسه بده يكون سواء كان بالمنطقة الأولى أو بالمنطقة الثانية؟ حلو، يعني V2 عند الـ X بيساوي A نفسها V1 عند الـ X بيساوي A. V2 عند الـ X بيساوي A نفسها V1 عند الـ X بيساوي A. هي. والباوندري كونديشن الأخير من وين بجيبه؟ بجيبه من الباوندري كونديشنز اللي أخذتوها في شابتر 5، اللي هو إيش؟ اللي هو D2 نورمال ناقص D1 نورمال بيساوي رؤس. صح ولا لا؟ مش الـ D2 نورمال ناقص الـ D1 نورمال بيساوي رؤس؟ وهي هاي هي، او طبعا احنا بناخذ الابسوليوت فاليو، الابسوليوت فاليو عشان تكون موجبه. يعني دي ان 1 نورمال ناقص دي 2 ان نورمال بيساوي رو اس، خذ يعني الابسوليوت فاليو عشان احنا نتعامل مع موجبه. اذا هاي هو يعني اخر شرط، هو يعني خلينا نقول مش ازنخ واحد، هو يعني هو اللي تريكي
اللي هو دي 1 نورمال ناقص دي 2 نورمال بيساوي رو اس. هذا من الباوندري كونديشنز اللي اخذتوها زمان. هاي عندك 1 2 3 4 معادلات عشان تطلع قيم ايش A1 B1 A2 B2. جربوهم وهي الطريقة عندك هون وطلع المعادلات طلع القيم اللي بدك طلعنا هاي B1 B2 وطلعوا القيم. طيب الآن هو بالسؤال خلينا نقول هو شو طالب بالسؤال طالب الإلكتريك فيلد بالمنطقة الأولى والإلكتريك فيلد بالمنطقة الثانية الآن. طيب الآن خلينا نيجي على نيجي هون رؤس بيساوي دي والنورمال ناقص دي تو نورمال هيكو عارفينها. والدي والنورمال شو هي إبسلون 1 إي والنورمال ناقص إبسلون 2 إي تو نورمال. طيب الإي والنورمال الإي والنورمال شو هي بيساوي مش بيساوي دي في 1 على دي إكس صح اللي هي المشتقة بتجاه للفولتج باتجاه الإكس. ودي 2 نورمال مش بتساوي دي في 2 على دي اكس. من وين جبناها هاي انه الاي 1 نورمال بتساوي دي في 1 على اكس وانه دي في والاي 2 نورمال دي في 2 على اكس؟ من وين جبناها هاي؟ هاي الدله الفي الدله الفي الدله الفي الدله الفي باتجاه الاكس ايوه مشتقه لاكس بالنسبه لاكس في اكس هات. طيب طلعنا الاي 1 طلعنا الاي 2 بعد ما احنا عرفنا الاي 1 بي 1 اي 2 بي 2. هاي قيمه الاي 1 في المنطقه بين اي ودي وهاي قيمه الاي 2 بين صفر و اي. ضروري تصل للجواب النهائي. انا مش راح احل اربع معادلات هاي مهمتك انت لانها سهله جدا جدا سهله جدا جدا. حلوا هذا المثال واصل للجواب النهائي تبعه. حلوا هذا المثال واصل للجواب النهائي. هذا المثال سهل لأن الرؤس بيساوي زيرو. الرؤس بيساوي زيرو. مثال آخر مثال آخر سيمي إنفينيت. شوف أنت شرح لك المثال هذا اللي هون خلينا نقول سيمي إنفينيت بلين. سيمي إنفينيت شو معنى سيمي إنفينيت؟ شو معنى سيمي انفينيت؟ يعني نصف ما لا نهائي. نصف ما لا نهائي. انتم متذكرين زمان لما عرفنا لكم الكوردينيت سيستم قلنا لكم انه مثلا الاكس واي زد الكارتيزيان من ايش بتكون؟ من انفينيت بلين. يعني النقطه بالاكس واي زد من ايش تتكون؟ من تقاطع الانفينيت بلين تبع الاكس والانفينيت بلين تبع الواي والانفينيت بلين تبع الزد. طيب بالنسبه للسلندريكال النقطه فيه من ايش تتكون؟ من تقاطع الانفينيت بلين تبع الزد والمحل الهندسي للرو والسيمي انفينيت النصف النهائي للسيمي انفينيت بلين تبع الفاي. السيمي انفينيت معناها من صفر لما لا نهايه. لاحظوا الفاي هسه في عندك انت هذا البلين هذا اللي هون هذا اللي هون البلين اللي واقع على الاكس زد بلين اللي يعني على زي كانه على الاكس اكسس سوري شو الزاويه عليه بتكون زيرو صح ولا لا؟ بيمتد من المحور من الـ من الزد اكسس لعند الانفينيتي. وفي عندك بعد الان زاويه قيمتها فاي نوت عن الاكس اكسس يعني فاي ثانيه. لاحظوا هذا اللي هون بلين ثاني سيمي انفينيتي بلين من الزد اكسس لعند الانفينيتي بس وين بيكون؟ عند الفاي بيساوي فاي نوت. اوكي عند الفاي بيساوي فاي نوت يعني عند الفاي بيساوي زيرو هي هذا البلين الاول وعند الفاي بيساوي فاي نوت هاي البلين الثاني. اكيد في بناء هون في عندك فولتج عند البلين الاول هي جاي لك عنها زيرو وهون في فولتج عند البلين الثاني اللي عند الزاويه فاي نوت قيمته قديش؟ بي نوت. هذا سؤال مهم جدا 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 وبيجي مثله بالامتحانات بيجي مثله بالامتحانات. اذا هون قيمه عند البلين الاول البلين الاول عليه فولتج زيرو والبلين الثاني عليه فولتج في نوت بيناتهم زاوية قديش؟ فاي نوت. يعني هون الزاوية إذا كانت صفر البلين الأول شو بتكون الزاوية الفاي للبلين الثاني؟ فاي نوت. أكيد في بيناتهم جاب. ليش الجاب موجود؟ مين بيقدر يقول لي؟ أنا ما بدي قيمة الفولتج هون نفسه. ما هو إذا كان الموصولات مع بعض بتكون زي كأن الفولتج هون وهون نفس الإشي. أما الجاب صغير كثير كثير عشان يبين لك إنه هون الفولتج بيفرق عن هاي الفولتج يعني في مساء في فراغ بينهم في اوبن سيركت بين مش شورت سيركت.
طب الان من اللي انتم شايفينه هون شو اللي الفولتج بتغير as a function of شو؟ ما هو قايل احنا نتعامل مع متغير واحد. لاحظوا في كلمه فاي في كلمه فاي، يعني حيكون يا سيلندريكال يا سفيريكال، واكيد من الشكل هذا مستحيل يكون كروي، راح يكون سيلندريكال. طيب حتكون شو اللي بتغير بالنسبه للزد؟ ما هو قايل لك الفولتج عند الفاي بيساوي زيرو زيرو، وعند الفاي بيساوي فاي نوت في نوت. اذا التغير بالنسبه للفاي، اذا انا وحده حستخدم هاي ولا هاي ولا هاي؟ استخدم هاي، ما هو التغير بالنسبه للفاي. اذا راح تكون سوري مش هاي، هاي هاي راح استخدم هاي. واحد على نوع تربيع المشتقه الثانيه بالنسبه للفي على المشتقه دي فاي تربيع بيساوي زيرو. وهي اللي استخدمناها، هي بيساوي زيرو. اكيد اضرب رو تربيع الطرفين، حتروح الرو تربيع هون، حتروح هون مع صفر، حيصفي عندك دي دل سكوير في على دي، يعني دي تربيع في على دي فاي تربيع بيساوي زيرو. هاي كملها مرتين بالنسبه للمتغير فاي، شو حتكون؟ اي فاي زائد بي. هاي مهم جدا جدا، شو؟ اي فاي زائد بي، صح؟ اي فاي زائد بي. من وين بجيب الاي والبي؟ من المعادله، من المشتمل لها، معطيك اياه. عند فاي بيساوي زيرو، عند فاي بيساوي، عند فاي بيساوي زيرو زيرو، عند فاي بيساوي فاي نوت اللي بعطيك اياها بالسؤال، وفاي نوت اللي هي باقي على اثنين في نوت. هاي طلعنا اي وبي، بي بتطلع عندك زيرو، والاي بيطلع عندك في نوت على فاي نوت، وبيطلع عندك الفولتج ديستريبيوشن. الفولتج ديستريبيوشن سكيلر ولا فيكتور؟ دير بالك دير بالك، هو سكيلر. اذا في بيساوي في نوت على، لاحظوا الان صارت زي كانها معادله عامه، يعني افرض الفاي نوت هاي الزاويه كانت باقي على اثنين، عوضها باقي على اثنين. افرض كانت باي، عوض هون باي. افرض كانت البينوت 5، عوض 5. افرض البينوت كانت 12، عوض 12. واضح؟ طيب كيف بدي اطلع الالكتريك فيلد بيناتهم؟ الالكتريك فيلد بيساوي ماينس دل الفي. نفس الشيء، والتغير انا تبعي وين؟ كان على الفاي. اذا هي حتكون، من وين جبتها؟ هيها من هون. حستخدم انا وحده هاي. التغير عندي بالنسبه للفاي. صح؟ طيب انا دي في على دي فاي من وين جبتها؟ مين بيقدر يقول لي؟ من هون اشتقها بالنسبه للفاي، اشتقها بالنسبه للفاي تطلع عندك. هاي اشتقها بالنسبه للفاي شو بتكون؟ مين بيقدر يقول شو مشتقة الفولتج بالنسبه للفاي؟ ما هي ثابته في نوت على فاي نوت، صح؟ حتروح الفاي، يعني في نوت على فاي نوت. في نوت على فاي نوت وفيها ماينس، هاي ماينس على واحد على روح. عوض تطلع عندك الالكتريك فيلد. لاحظ الالكتريك فيلد هي فانكشن اوف رو. بس وين اتجاهها؟ باتجاه الفاي. وتاكد من الجواب، تقدر تتاكد من الجواب، حل هذا السؤال. خليني اعطيك اخر مثال هون في هذا الموضوع، نرجع له بعدين. Two conducting cones يعني ايش؟ مخروطين ببعض، اي شكل مخروطي مخروطي. الكون انتم بتعرفوا الكونستانت ثيتا بلين او سيرفس، هو بالسفيريكال بيعطيني الجزء تبع الثيتا، صح ولا؟ يعني هذا اذا كان يعني الكون الاول اللي هو ثيتا بيساوي ثيتا 1 كونستانت اللي عليه فولتج زيرو، هي شايفين الجوال عليه فولتج زيرو جرام، والثيتا بيساوي ثيتا 2 كونستنت عليه فولتج في نوت. اكيد الفولتج ديستريبيوشن هون راح يكون ايش؟ فانكشن اوف شو؟ مين بيقدر يقول لي؟ الديستريبيوشن ايش حيكون؟ لاحظوا يعني حيكون متغير عندي بالنسبه لايش؟ للثيتا، صح ولا؟ للثيتا. لما هو عند الثيتا بيساوي ثيتا 1 صفر، عند الثيتا بيساوي ثيتا 2 في نوت، اذا التغير بالنسبه للثيتا. وين عملناها؟ طيب من وين جبناها؟ اي قايل لك عند الثيتا بيساوي ثيتا 1، اي سماها ثيتا 1 باي على 10، قديش القيمه؟ صفر. وعند الثيتا بيساوي باي على 6 50، اوجد في واي. طيب الان انا واحد بدي استخدم من هذول، اكيد مش هاي ولا هاي بدي استخدم، صح ولا؟ هاي جزء، ما هو هاي زيرو وهاي زيرو، وهينا بنستخدمها. اكيد هذا التيرم بقدر اضربه يعني بروح،
بصير في عندك مشتقة إشي بيساوي زيرو. مشتقة يعني هاي واحد على آر تربيع ساين ثيتا، بقدر أضرب هذا الترم اللي هون في آر تربيع ساين ثيتا وآر تربيع ساين ثيتا، بصفي عندك هاي بتروح مع هاي، بصفي عندك دي على دي ثيتا ساين ثيتا دي في على دي ثيتا بيساوي زيرو. معناها اللي جوا اللي جوا كونستنت صح ولا؟ لأنه مشتقته بالنسبة لثيتا زيرو، معناها اللي جوا كونستنت، هي كونستنت حطينا صح؟ يعني هذا كونستنت A، وبقدر أقسم الطرفين على ساين ثيتا، بدي أكامل الطرفين بالنسبة لثيتا عشان أطلع إيش الفولتج as a function of ثيتا. هينا هذا اللي عملناه. طيب كيف أنا بقدر أكامل واحد على ساين ثيتا؟ تقدر تستخدم التابل، وبتعرف من التابل إنه تكامل الواحد على ساين بيساوي لل تان نص الزاوية. تكامل واحد على ساين بيساوي لن تان نص الزاوية. أولا تستخدم حلول التكامل، تعرفوا أنتوا إنه ساين زاوية، ساين زاوية هاي متطابقة مثلثية موجودات هون. هاي الكتاب آخر إشي. شايفين بالكتاب آخر إشي في تابلز. عشان اللي بده يعني يعرفن حلوات طبعا التابلز، خلي على الأبندكسز. ساين ضعف الزاوية، ساين ضعف الزاوية بيساوي 2 ساين الزاوية كوساين الزاوية. نرجع هنا عوضناها. طيب الآن هون شو بقدر أعمل؟ لعبنا شوي. ساين لو أنا قسمت فوق وتحت على كوساين وضربت كمان مرة شو بيطلع عندك؟ يعني البسط والمقام، جرب فيها وحل هذا التكامل باستخدام هاي الطريقة، بتقدر تطلع هون. يعني بتقدر تحل بالتعويض. السيكنت شو هو؟ شو علاقته مع الساين؟ أو مع لحالك بتعرفها. حل هذا التكامل سهل جدا جدا جدا، أخذتوها في الكالكولس، مش راح أضيع وقتك يحله، ولكن مطلوب منك حل التكامل. أنا راح أعطيك الهنت الأولى إنه ساين ضعف الزاوية بيساوي 2 كوساين الزاوية ساين الزاوية، وبتقدر تكمل الآن حل باستخدام التريجونومتريك إيش ايدنتيتيز. بيطلع عندك الجواب A لن تان نصف الزاوية زائد B. بدك تطلع A وB من وين؟ من الباوندري كونديشنز، من الباوندري كونديشنز اللي هي عند الباي بيساوي باي على 10، عند الفاي عند الثيتا بيساوي باي على 10، عند الثيتا بيساوي باي على 6. طلعنا قيمة الـ A وطلعنا قيمة الـ B، وهي بسط الحل. لاحظوا عندكم بسط الحل، بسط الحل هون. هاي الفولتج طلعت، هاي الفولتج طلعت. هذا الحكي سهل جدا، صار عندك التعويض طلع عندك الفولتج. طيب والإلكتريك فيل شو بيساوي؟ ماينس دل الـ V، هاي لأنها باتجاه الثيتا، يعني اشتقها بالنسبة للثيتا وقسمها على ماينس R بيطلع عندك، هاي بتعرفوها، بيطلع عندك الإلكتريك فيل، بيطلع عندك الإلكتريك فيل. طبعا لاحظوا هو الآن لما حلوا المثال هذا في الكتاب حلوا باستخدام رموز، بحيث إنه الـ V نوت اللي هي شوف 50، والثيتا 1 والثيتا 1 اللي هي ايش؟ باي على 10، وثيتا باي على 6. يعني حلوا باستخدام الرموز، بعدين اخر خطوه عوض الارقام. وانا بنصحك تحل في هذه الطريقه، وبنصحك تتاكد من الحل. انا بعلمك كيف يعني تحل عشان استغل الوقت في اعطاء امثله اكثر فقط، لا غير، يعني مش اختار، بس بدي عشان اعطيك مثالين اللي هم افكار في نهايه هاي المحاضرات. انا بشوف اني ما احل الرياضيات هاي، لانك انت اخذتها زمان، انك تطلع قيمة الكونستانت A و B. اوكي، حدا عنده اي سؤال؟ الله يعطيكم العافية، بنكمل المحاضرة الجاية ان شاء الله.